السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج الفاضل الأستاذ المناضل عقل محمد المللاح، وهذا الجزء هو الجزء التاسع من هذه المقابلة. اليوم هو الأحد الموافق 27 حزيران لعام 2010. أستاذنا الكريم، نستأنف حديثنا حول القسم الثاني من الأسئلة. أستاذنا الكريم، نسألك عن يعني عندما احتدم الصراع وبدأت يعني العصابات الصهيونية بالمناوشات والهجوم على القرى المجاورة، هل قررتم التسلح في القرية ولا؟ يعني القرية اجتمعوا، أنا بأذكر، وطلعوا على شرق الأردن يشتروا سلاح، يعني كل خمسة ستة يفوضوا واحد، لأن الإمكانيات كانت البرودة ب110 دنانير ب105 مع جناد فشك معه، فبدأوا يسلحوا. طيب مين اللي يعني اجتمع، مين اللي جاء الأردن؟ هي كبداية يعني هي بدأت المناضلين قبل دخول الجيوش العربية. الجيوش العربية دخلوا فيما بعد. طيب خلينا بدنا نبلش يعني مع الثوار. مع الثوار دخلوا يعني من شرق الأردن. هل تشكلت لجنة مثلا؟ هل تشكلت لجنة؟ لا أقصد أنا من القرية. من القرية هل تشكلت لجنة لهذه الغاية؟ هل جمعوا مال مشترك ولا كل واحد على رؤوسهم؟ ما في يعني انت قامت المناوشات في البداية، والزرع في الأرض، يعني الناس كانوا على البيدر، اللي بده يشتري شيء على البيدر، كل شيء على البيدر. طيب البارودة عمي قلت لي أنا 110 دنانير، وفي ناس اجوا على الأردن، تتذكر مين اجى على الأردن مثلا؟ بتذكر والله مجموعة، يعني أنا من اللي كانوا مقربين، يمكن عبد الرحيم نصار وحسن عثمان سالم وحسين حسن الكسكيل، يمكن علي عيسى، طالب علي حسان من دار محمد العرب، مجموعة يعني من اللي محمد حسين زياد، يعني مجموعة كبيرة طلعوا الحقيقة، ومن دار نصار في ناس، من دار الخضور في ناس، من دار ضيف الله، يعني كانوا مجموعات يروحوا، يعني مش بالهذا، يروحوا أربعة خمسة، كل أربعة خمسة يروحوا لحال خوفا ما يمسكوا، لأن لا زال الانتداب البريطاني ما كان طالع من عنا، وخاصة على النهر الأردن. نعم. فدخلوا تهريب. طيب شو أنواع البنادق اللي تم شرائها؟ الإنجليزي كان في الاستنات، استن الإنجليزي، في التوميجان بسموه، وهدول اللي كان موجودات، وبعض البنادق الإيطالي. الإيطالي زي الكربين، طلقتها صغيرة أصغر، بعدين فيما بعد صار في الكندي وما كندي. الكندي أخذوا معظم البنادق الكندية في المعارك، اغتنموها من الإسرائيليين. طيب البريطانيين أعطوكوا أسلحة حاجي؟ البريطانيين أبدا. البريطانيين كانوا اللي مسكوا معاه موس كباس، كانوا يعدموه أو يحطوه بالسجن. طيب يعني في بعض القرى أعطوهم بنادق؟ هاي البنادق أعطوهم إياها قبل الاندلاع المعارك. نعم. أعطوها اللي كانوا يتعاونوا معاهم المخاتير، وأنا حكيت يعني في الحلقة القادمة السابقة، عرضوا عليهم كم بندقية مشان يحموا جماعتهم. إحنا الشيخ صالح عبد الرحيم ومحمود الرب وعبد اللطيف المصري أو محمد العبد سلمان، مجموعة من عبد الحميد علي سلمان الشعيبي، هذول اللي طلعوا على مركز اللاترون. قال صالح عبد الرحيم أنا أهلي بحمونا، إحنا ما في بيننا وبين أهلنا مشاكل، ولذلك أنا ما بأخذ سلاح. وعلى ما يبدو قتلة الشيخ صالح وجماعته والمحمود الرب ونمر الرب ومحمود خليل في هذيك بعدها بأكم من يوم، وخليل إبراهيم زياد،
كانت رد على رفض الشيخ صالح، وقالوا الثوار قتلوهم لأنه رفض يأخذ السلاح ويكون عميل للإنجليز. يعني هذه قبل المعارك، والإنجليز أعوذ بالله الإنجليز طلقة واحدة ما باعوها إلنا. طب حجي كيف وفرتوا أموال لشراء السلاح؟ كانوا يبيعوا اللي عنده بقرة يبيعها، اللي عنده ذهبات للمرأة، اللي عنده يعني يلملموا من بعض. طيب يعني هل هذا السلاح اللي تم شراؤه يعني كان على سوية عالية؟ كانت الذخائر كافية؟ يعني أكثر واحد معه 50 طلقة. طيب هل كان في مدربين دربوا الشباب على السلاح؟ جانا قبل أثناء المعارك أجانا واحد مصري على منطقتنا وطلب شوالات، أنا بتذكر كياس مشان يعبيه الرمل ويسوي خندق يدل يعرف الناس، وتدريب بسيط إلى أبعد الحدود. يعني زلمة يبدو هو متبرع مش من الحكومة المصرية، شاب متبرع إجا في منطقتنا. تذكر شو اسمه؟ ناسي والله، بس اللي صار يزودنا يزود الناس بالفشك بدأ يجينا إحنا متطوعين من شرق الأردن بقيادة حمدي بن جازي ومجموعة، هذول دخلوا قبل الجيش. رح نحكي عنهم إن شاء الله. لا ما هو أنا بدي أعطي، أنت سألت عن عن التدريب. عن التدريب كان في بعض الناس اللي إجوا ممكن يكونوا مدربين ممكن يكونوا بس أنا ما عندي معلومة لأن أنا كنت طفل يعني في ذاك الوقت. يعني شو كان التدريب على قلته حجي؟ هل كان فقط يعني على الرماية ولا كان؟ كان يجينا إحنا من الجهاد المقدس ناس يدربوا برضو يتدربوا. آه طبعا. أجاك شخص محدد معروف ولا؟ إحنا ما كنا نعرف، يعني أنا ما بعرف، بعرف عبد القادر الحسيني كان يزور المناطق. لا أنا كمدرب قصدي يعني. ما بعرف يعني وين كانوا يتدربوا لأن كانوا يطلعوا. والساعة الإنجليز يعني ويوم طلوع الإنجليز من البلد وإعلان دولة إسرائيل دخلت الجيوش العربية. طيب حد كان يتدربوا على فك وتركيب السلاح، صيانة السلاح، على المشاة؟ فيما بعد، بعدين بعد 48 شفتهم، أما قبل ما بعرف. طيب دخلتوا يعني معارك أو دخلوا أبناء قريتك معارك قبل إتمام التدريب أو؟ بدأوا المعارك من أول يوم صارت شو اسمه عند دخول الجهاد قبل الجهاد المقدس حتى ما وصلنا. بدأوا على باب الواد قطعوا خط يعني يالو، وكانوا يجينا شباب من بيت نوبة والقرى اللي حوالينا. عمواس كانوا منطقتهم اللطرون، إحنا باب الواد، فكانوا حقيقة بواسل وكانوا يقطعوا الشوارع ويمنعوا التموين على القدس. على مستوى القرية يعني داخل القرية ما صار أي معارك قبل عام ال لا صعبة ما كان. أول معارك بدأت أيام الجيش. طب كان في هناك شخص في القرية يعني مسؤول عن تنظيم الدفاع عن القرية ولا؟ لا أبدا، كانت الشباب هم المناضلين. طب ما فيش يعني بينهم ترتيب ما بعرف أنا كيف. طيب عدد المدافعين عن القرية، عدد الأسلحة تقريبا عمي أبو؟ ما بقدر أحدد أنا يعني. يعني في 50 بندقية مثلا في البلد؟ آه في أو أكثر. في 50 وكان يجينا من برا من بيت نوبة ومن هون ومن يعني في من بيت لوكيا في مسلحين يجوا من بيت سيرة. يعني تقريبا إذا بدك تقدر عدد المدافعين على القرية يعني في البداية كانوا في حدود 50 من 50 للـ100. طب اللي كان بعد بعدها دخل الجيش مش الجيش القوات الجهاد المقدس واجتنا سرية. مركزوا عندكم الجهاد المقدس؟ في مجموعة كانوا معاهم مدفع 7 رطل وكانوا قطعوا خط باب الواد. يعني أنا بتذكر يعني كانوا يغتنموا، كانوا الإسرائيليين يربطوا الشفرية اللي بيسوقوا الشاحنات التموين يكونوا مربطين في السيارات، وكانوا بجنازير حديد وكانوا حركوا السيارات وأخذوا التموين وأخذوا التموين وأخذوا الأسلحة اللي قدروا يحتلوا. يعني كل معركة كانت في باب الواد معظم الأوقات كانوا شبابنا.
من القرى المجاورة كمان كانوا يغتنموا يحصلوا على سلاح من الإسرائيليين. طيب حاج قلت لي جاكوا ثوار من خارج القرية؟ طبعا القرى الحوالية يفزعوا. غير الفزعات حاج، إجا ثوار عليك واستقروا عندكم؟ في جماعة هارون بن جازي إجوا عندنا في البلد واستقروا. طب لكن هارون بن جازي لما إجا كان بدأت الجيوش تدخل وبدأت الناس ترحل من الضرب والرماية، والطابور الخامس يعني لما شافوا اللد والرملة بدأت تطلع، صار الناس يطلعوا تحت الشجر في هالجبال والبلد فضت، وهدول الناس بدهم تموين، ما في تموين، ما في تنظيم اللي تقدر، فصارت الناس يعني أولاد البلد مش ملاكين تموين. طيب حجي الثوار الجهاد المقدس تتذكر مين كان قائدهم عندكم في القرية؟ لا. تتذكر أسماء أشخاص فيهم؟ أبدا. طيب جماعة هارون بن جازي؟ ولا هارون، هارون بن جازي نفسه كان سكن عندنا في البلد القائد تبعهم، أنا بتذكره بس يعني زي ما تقول أنا برضو حتى الشكل غاب عني. طيب جيش الإنقاذ إجاك ووصل لعنكم؟ وصل الجيش الإنقاذ، ولما إجا الجيش الأردني جيش الإنقاذ انسحب إلى مناطق أخرى. طيب وين مركز جيش الإنقاذ؟ في الظهر، في ظهور يالو. ظهور يالو؟ على مسيطر على باب الواد. طيب مين كان بقود هذا الجيش؟ في بقولوا فوزي الكاوكجي، لكن مين اللي في البلد ما بعرف. طيب أعدادهم كبيرة عمي؟ والله لا أذكر تماما. عندك تصور عن أسلحتهم شو هي؟ لا يعني ما دخل. طيب هل هي أسلحة ثقيلة ولا أسلحة متوسطة ولا أسلحة خفيفة؟ كان في مدفع أو اثنين ما بعرف يعني. وهارون بن جازي عمي شو كانت أسلحته؟ بناتك فردية يعني. فردية. الجهاد المقدس نفس الشيء حجي؟ نفس الطريقة يعني. أقوى سلاح كان مع الجهاد المقدس رشاش برين. طيب هارون بن جازي أو جماعته طولوا في عندكم في القرية حاجة؟ ظلوا لآخر لما دخل الجيش ومركز الجيش وبدأت الهدنة وصاروا يعني زي ما تقول يأذوا الجيش، وجودهم يأذي الجيش لأن الجيش منظم وهم لا، عرفت علي؟ الجيش كان يعني الغريب ان احنا يعني حتى الاذاعات والاعلام يعني يمكن في حد من الاردن من هون حاليا بيعرفش الجيش الاردني شو قدم في معركة واحدة في يالو. الجيش الاردني في معركة يعني في 48 حج ولا في 67؟ لا في 48. نعم تفضل. في 48 اجتنا الكتيبة الرابعة على البلد ناقصة سرية اللي هي سرية المساندة، كان يمكن قائدها علي أبو نوار، وقائد الكتيبة الرابعة كان حبس المجالي، الأركان الكتيبة كان محمود الروسان، إمام الجيش اللي هو الشيخ مصطفى العجلوني إذا أنا ما خانتني الذاكرة، وجزء من الكتيبة في اللاترون، يعني الكتيبة مسيطرة على يعني موزعة على ثلاث مناطق بس القيادة الرئيسية في يالو. أعتقد أنهم لما شافوا أو أنا سمعت لما شافوا في تعزيزات على المنطقة وفي محتمل يكون في هجوم، طلبوا من اللواء اللي كان يقوده إشتن، وإشتن كان في منطقة الرام، ما أجا للكتيبة تعزيزات، كانوا في شباب البلد موجودين في الخنادق مع الجيش، كانوا يساعدوا الجيش في حفر الخنادق والتمركز. الساعة 3:30 صباحا تحرك اللواء السابع الصهيوني على من ثلاث محاور،
من الجنوب والشرق والشرق الشمال الشرقي، وبدأ القصف عشوائي، لأن يعني هم كانوا يعتمدوا على إطلاق النار الكثيف مشان يرعبوا المقاتلين، وجماعتنا كانوا متمركزين. فطلع الشيخ العجلوني رحمة الله عليه، أكيد هو توفى، وأذن أذان الصبح بدو سامع، ما كان في أذان بس أذن في الجيش. الصهاينة لما سمعوا أذان الجيش ارتبكوا، وبدأت المحاور تطلق النار ويجي الرصاص في بعضهم، وسقط يعني بواسل الجيش العربي الحقيقة. قبلوا بلاء حسن في هذا المعركة بقيادة الله يرحمه حابس، وخلفت خلفها الصهاينة 800 قتيل. إذا بدك تتأكد التاريخ العسكري للقوات المسلحة في التوجيه المعنوي، تقدر تأخذ هذا الرقم. هذا يوم 25 أيار لما هاجموا البلد، وطبعا خلف يعني استشهد عندنا من الجيش العربي 4 شهداء، وقبورهم موجودة عندنا في اليالو. تعرف اسمعهم؟ والله أنا للأسف الشديد لما روحت في 95 و94 حاولت ألاقي الحجار، لكن الإسرائيليين مكسرينها. في نادي يعني الطباخ اللي كان في شو اسمه، دخل عليه يهودي اللي خنقوا بعض. نعم. يعني أوريك على دلالة على قديش يعني قواتنا العربية أو المقاتل العربي إذا كان مناضل أو عسكري قديش كان باسل، وكان ينقص التدريب والسلاح. يعني الجيش الأردني بالسلاح المتواضع اللي بين إيديه قتل 800 قتيل صهيوني، كسر لواء كتيبة إلا سرية، لو لا أكثر يعني نص كتيبة هزمت. وكيف هم تولوا علينا أنا ما بعرف. فجيشنا العربي يعني أكثر من معركة، أنا بحكي لك بس عن معركة يالو. في اللاترون صار معارك مشابهة، بس هذه من أضخم وأقوى المعارك اللي خاضها الجيش العربي الأردني على أرض فلسطين. وموجود وثائق عن بهذا الحادثة؟ نعم، نعم موجود في التاريخ العسكري للقوات المسلحة، بتقدر شو اسمه تلجأ له وتطلب من التوجيه المعنوي بزودوك بأي كان بأي إشي للقوة للجيش. طب حجي وين مركز الجيش الأردني؟ في ظهور يالو. في الظهور بنو شوادر مثلا، بنو في خيام وفي المغر، في هم يعني لو على الشوادر كان حركة الشوادر، في المغر والصخور اللي متخبوا اللي استتمركزوا حواليها، ولا كيف اللي الكتيبة ما استشهد منها إلا 4 لأنهم هم متمركزين، وهذا لك جايين مشي. نعم. وأكثر القتلى كان في الانسحاب من الصهاينة. طيب حجي أكلهم وشربهم وحاجياتهم اليومية؟ كان الجيش يجي تموين عادي. يجي تموين؟ يجي تموين. أنتوا قدمتوا لهم أي مساعدات من أي نوع؟ كانوا يقدموا للحطب ويساعدوهم يعني بالحفر الخنادق بالشغلات اللي ممكن يقدروا يقدموها الناس. طيب أيضا الثوار العاديين، الجهاد المقدس وال الجهاد المقدس معظمهم صاروا في القدس، في منطقة القدس بعد ما دخل الجيش. لما أجوا عندكم، نعم، هل قدمتوا لهم مساعداتهم وجيش الإنقاذ ولا نفس المساعدة فقط؟ يعني حفر خنادق. طيب جيش الإنقاذ عمي تخلى عن مسؤولياته في لما إجا جيش الأردني؟ أنا جيش ما بعرف كيف طلع، يعني هو اللي أجا الجيش. الجيش الأردني جيش منظم في ضبط وربط، بينما الثوار وجيش الإنقاذ كانوا هم
تواجده في الشمال فلسطين أكثر. نعم. يعني ما هو أنا حسب المعرفة فيما بعد عرفت أن الجيش الإنقاذ كان في الشمال أكثر، بس لأن منطقتنا إحنا حساسة بالنسبة للقدس. نعم. طيب حجي، تحدثنا عن الفزعات اللي أنتوا فزعتوها للقرى الثانية، النجدات اللي نجدتوا فيها. إحنا دائما بتجينا النجدة. مثلا باب الواد. باب الواد إلنا ما هي. الكتاب. طب ولا إحنا اللي على باب الواد. يالو جاي على باب الواد. على باب الواد يعني الجبل وباب الواد منا وتحت، يعني إحنا اللي مسيطرين على المنطقة. طب حدث أكثر من معركة في باب الواد يا حاج. يا سيدي هذه عدة معارك، إحنا الثوار أبناء البلد، أنا أعطيتك امبارحيات عن الشهداء اللي استشهدوا من يالو. نعم. في باب الواد هذه معارك كانت استمرت حوالي شهر أو أكثر، يوميا كان في إطلاق نار وقتال، كانوا يحاولوا يعني أيام الساعة لا يزالوا الإنجليز كانوا موجودين، كان تيجي قوات إنجليزية تحاول تدخل تموين للقدس. طيب حاجي يعني شو أهمية باب الواد بالنسبة للعرب بالنسبة لليهود؟ باب الواد هو الشارع الوحيد اللي بربط القدس بيافا. نعم. والمناطق سلسلة الجبال القدس الغربية صعب في فترة الحرب والمناوشات انهم يقدروا يفتحوا طرق الاسرائيليين. مع العلم كان عندهم الامكانيات بس ما كان عندهم يقدروا يتحركوا لان القرى الفلسطينية كانت موجودة. نعم. طيب يعني اهم المعارك اللي صارت في هذا الواد بالذات، ومين اللي فزع او مين اللي اجى او من اي قرى كان يجوا لل... من معظم القرى يعني هذا ليل الدنيا، وانا القتال كان كله بالليل واحنا اولاد صغار كنا حطونا في الملاجئ، بس يعني اكبر المعارك اللي كانوا ايام الجيش الاردني. شو اللي صار حجي في هذه المعارك؟ المعارك هاي الاسرائيلي ما قدروا ياخذوا شيء، ولذلك بعد 67 او 67 كانت يالو وبيت نوبه وعمواس، هذا الراس اللي داخل شايف اللي زي الراس جاي في الخارطه في الارض 67، كان هذا خنجر في خاصره اسرائيل. اول ما دخلوا من اول يوم بداوا النسف، بدات المعركه يوم 2، يوم 4 كان بدا النسف في البلد. طيب حجي حضرتك يعني في امكانيه تذكر لنا شهداء باب الواد مره ثانيه؟ نعم. حسين حسن الكسكي دور هذا الصقر العظيم الله رحمة الله عليه، محمد حسين زياد، أحمد الرب، محمد عبد الله العرب، علي عبد الحميد علي، هدول تعيين 48 كاملة، عبد الفتاح عبد الحميد علي عودة، محمد عليان المجدوبة اللي هو نشوان، محمد حسين الملاح، إسماعيل ذيب الملاح، خالد الصوص، عوض القبابي، يوسف العبد، الشيخ عبد العزيز المجدوبة، مصطفى خليل إبراهيم، موسى عبد العزيز الرب، هدول استشهدوا في 48 من البلد. طيب هل في هناك شهداء من قرى ثانية؟ في بس أنا لا أذكر يعني ما أذكر الأسماء، يعني أنا كنت حابب في فترة من الفترات إن نقعد إحنا والقرى، لكن زي ما تقول إحنا برضو زينا زي يعني وحدة ما في إن تقعد تنظم أنت وياهم تعرف شو نكتب نتفق، لأن المصيبة واحدة. صحيح. نكتب نوثق إشي ما كان فيه. حاولت أنا مع في فترة كان دكتور ربحي عليان، حاولت أعطيته بعض المعلومات وهو تعب شوية وعملنا كتاب يالو. نعم. هذا الكتاب الوحيد اللي هو بعده أنا رحلتي على فلسطين ومع المنتدى
المنتدى الفلسطيني، وحاليا اللي أنا بعمله وبوثق بعض الشغلات من أجل إصدار كتاب عن النكبة وما قبل النكبة اللي هو 48، وعن ضياع الأرض وعن الاستبداد اللي تم. طيب أجي مين بالضبط القرى برضو اللي مرة ثانية بدي تذكر لي القرى اللي كانت تيجي تفزع لكم أو تيجي على باب الواد؟ بيت نوبة، يعني بيت نوبة بشكل أساسي. بيت نوبة طبعا، بيت نوبة احنا وياهم في شيء، ما احنا جسم واحد. طيب غير بيت نوبة، بيت لكيا، يجي لنا ناس من بيت لكيا، بيت سيرة، بس برضو بيت سيرة وبيت لكيا من هون يهود ومن هون يهود. يعني كان لما يصير عندنا هجوم يجوا ويروحوا، يعني برضو هم عندهم اللي عنده، يعني اللي عنده على قد أدوه بيقوموا بالواجب اللي عندهم. نعم. طبعا كان يجينا احنا المنطقة كل ما تمتد للشمال كل ما شو اسمه، ومعظم الشباب اللي كانوا في المنطقة الجبلية فوق كانوا على القدس الحقيقة. طيب حجي، هل استقبلتم لاجئين قبل النكبة؟ طبعا أو أثناء النكبة؟ من أي قرى استقبلتوا يا حجي؟ دير أيوب، الكباب، سلبيت، أبو شوشة، الرملة، اللد، اللهم صل على النبي، برفيليا، البرج، دانيال، الكنيسة، عنابة، يعني هذول اللي أنا حاليا، بيت محسير، صرعة، دير بحيسن، ويجوا محطات. كل هذه القرى عمي اجت لعندكم؟ نعم. طيب يعني اعداد اللاجئين اللي وصلت للقرية؟ والله يجوا في عيلة مثلا اللد في عيلتين ثلاث، الرملة يمكن عيلة، انا ما بدي، يلا الرملة عيلة، عنابة عيلتين ثلاث، بدير أيوب أكثر عدد عالي. طيب حجي، هل قدمتوا لهم مساعدات؟ لما يجوا إحنا كنا يعني إحنا كنا نازحين وبدأنا نرجع زينا زيهم، لأن سنتها إحنا قمحنا وفلاحتنا من ساريس، أجانا ناس من بيثول، أجانا ناس، بدأت يعني الأمور كلها متساوية، يعني اللي إجا سكنوا في البيوت، يعني ما في إلا اللي معاهم غنم يعني كثيرة، من بيت عطاب أجانا، من بيت جيز أجانا، هذول يعني معاهم حلال، سكنوا في داخل البلد ولا مثلا تحت الشجر؟ لا 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 لا، في الأول كانوا يعني في فترة النزوح كانوا تحت الشتاء، كان تحت الشجر، تحت الشجر. نعم. بس يعني ما طولوا، كلهم سكنوا في البيوت وبدأوا يستقروا ويتلملموا الناس. نعم. طيب حجي، بنيتوا استحكامات قبل يعني؟ عملنا خط اتصال بلف على البلد كلها بشكل دائري. حجي دائري، بعيد عن مركز القرية ولا قريب؟ على حدود، على حدود عند الدور. طيب كم عمق هذا الخندق؟ متر ونص يمكن، متر أو محلات متر ونص. مين اللي بناه وأشرف على بناه؟ أو يعني الجيش الأردني. الجيش الأردني. نعم. طيب عملوا كاس رمل حجي؟ في عمل جاء بطون، عملنا يعني بعض الخنادق في اللي ممكن تيجي منها سيارات، وعملوا طواقي، بس ما في داعي على الكاس الرمل لأن المنطقة برضو وعرة، يعني مش استخدمتوا الوعر للك استحكامات؟ ولا. طيب حجي، الناس هم اللي حفروا الخنادق ولا الجيش اللي حفر الخنادق؟ لا لا، الناس البلد. نعم. الجيش في مناطقهم يمكن برضو عملوا، بس يعني الجيش كانوا ما يعملوش، يعني الجيش كانوا يعملوا خنادق في مناطق محددة، وفي مناطق صبوها صب دوشن يعني ولا عملوا صبات وعملوا الرشاشات اللي كانوا يملكوها في هذاك الوقت. طيب حجي، كان في مناوبات ليلية؟ طبعا. هاي المناوبات مشتركة مع الجيش ولا مع البلد لحاله؟
فيما بعد بس أكثر الأوقات كانت المناوبات من البلد، الجيش إلى مناطق، يعني المنطقة العليا اللي هي مسيطرة على باب الوادي. بعدها الإسرائيليين هاجموا البلد عدة مرات، هاجموها يعني باستمرار، كان أكثر يمكن قرية من القرى الفلسطينية تم كانوا حاولوا، لأن ليلاتي كانوا يطلعوا شبابنا ما يعني كانوا يخربوا على الإسرائيل، إذا ما قدروا يقتلوا يطلعوا، اللي معش سلاح حتى يطلع، اللي ما قدرش يقطع التلفونات يقطعوا الأسلاك، يخلعوا على المزارع يسطوا عليهم، ما يخلوا إلهم إشي. يعني هذا قوانين الزراعة يعني طبعا ما هو تم يعني ما فيش يعني ما عندك يعني في ناس تسلح. طيب خلينا قبل 48 عمي، ايام ما حفرتوا الخنادق وصار في مناوبات، بتعتقد انه كان في كلمه سر في هذه المناوبات؟ كان في تفتيش على المناوبين ولا انه كانوا اولاد البلد هم اللي فتشوا؟ بعرفش انا في هذا، بس فيما بعد كان عندنا عملوا بداوا يدربوا شباب البلد، وهذا بعد 48 بداوا يدربوا شباب البلد وتطلعوا مناوبات، وكانوا يدفعوا لهم حرس وطني يدفعوا لهم دينارين، عرفت علي، للي بسهر طول الشهر، وفي كلمة سر، وفي ثلاث مناوبات للعشرة وللوحدة وللصبح. طيب حجي، في حدا غادر القرية يعني قبل احتلال أو قبل أي احتلال؟ لا بقصد يعني قبل الاحتلال النهائي لمناطق اللي احتلوها 48، هم كانتوا كنتوا على الخط، في حدا غادر منكم نتيجة المناوشات نتيجة التوتر العسكري؟ ما في. عدد كبير ولا عدد؟ لا قليل جدا. وين يعني غادر؟ شيء طلع على شرفات سكان، شيء سكان في القرى اللي مجاورة. طب شو السبب حد يعني؟ السبب ما فيش عندهم سلاح، عرفت كيف؟ وبعدين السبب يعني المزوجين من برا يروح عند سايبه، عرفت كيف؟ نعم. طيب حد لامهم على يعني خروجهم؟ لا عادي طبيعي، هم موجودين يعني عيالك، يعني انا مثلا يجي ابويا بده ياخذنا احنا، يحطنا في مكان اولاد ويرجع بندقيته معاه ويقعد في البلد. نعم يعني الأب يكون موجود معظمهم. لا معظمهم. طيب حد المناوشات العسكرية وباب الواد اللي هو يعني خلينا نقول كان معركة يعني مستمرة ودائمة، هل أثر ذلك على أوضاعكم الزراعية أوضاعكم المعيشية؟ طبعا الزراعة، طبعا احنا في منطقة يعني خليني بس في 48 عندنا عبد العزيز موسى عبد العزيز الرب وخليه مصطفى خليل ابراهيم، هذول طلعوا يجيبوا زرع من زرعهم طخوهم. طيب يعني صرتوا تفضلوا عمي انه يعني ما تروحوش للحقول للمزارع؟ لا يجيبوه بالليل، يعني ما كانوا يتركوا جماعتنا إشي، لكن في الوضع مش لا ما هو معظم يعني في طبعا حرقوا محاصيل او في مناطق انحرقت من اطلاق النار ومناطق طبعا لا. طيب الاشجار المثمره حدي، في حدا راح له مثلا شجر إشي هم حاولوا يقطعوا اشجار؟ حاولوا اليهود ما وصلوا لا وصلوا بدهم بفضل. طيب حجي اكيد انك سمعت عن مجزرة دير ياسين. نعم. شو سمعت عنها حجي؟ سيدي مجزرة دير ياسين كانت يعني مدروسة تماما. نعم. يعني كل المناطق يعني الإسرائيليين في معركة يالو مع الجيش العربي الأردني فقدوا 800 قتيل. دير ياسين دخل مناحم بيجن شامير يمكن وفضعوا على أساس دب الرعب، وإحنا للأسف الإعلام العربي والطابور الخامس بدأ يهول ويتهرب الناس، مع العلم الإسرائيليين يعني طمعوا الإسرائيليين فينا.
كانت الشغلة مدروسة. لو كان هناك في بس ما نسمعش من ذينينا، أعتقد الأمور تغير كانت تكون أفضل. ولو يعني الناس ظلوا على استمرار يدخلوا على الإسرائيليين، يدخلوا كانوا يدخلوا على البيت يطولوا اللي بدهم إياه من البيت ويذبحوا أهل الدار ويطلعوا. ولذلك كانت معظم المستوطنات الكنوبة اللي كان للبريطانيين، يعني على سواء عمواس لغرب شوي كان في كنب الصفار اسمه، هذا مضوي لكن فيش فيه بني آدم أبدا. حطوا ألغام، حطوا كلاب ربطوها مشان ظل تعوي، أما ما في بني آدم. معظم الحدود اللي كانت الكبانيات اللي على الحدود ما فيها أحد، يعني زي أيام الانتفاضة، أيام الانتفاضة الأخيرة وأنا غربة كانت في مستوطنات كثيرة مبنية على طريق الخليل، انت رايح على طريق الخليل، هاي المستوطنات بالليل ما فيها أحد، بالنهار تحت حماية الدروع والطيران يكونوا الناس موجودين، وبالليل تدور على المنطقة مضوية ما فيها أحد. يعني الإسرائيليين مش مستعدين يقدموا أو يضحوا زيك أنت، يعني ما نظر يمكن في 10,000 بتطلع واحد انتحاري، بينما احنا كلنا انتحاريين. لذلك ان شاء الله عمتهم قصير يا ابو. ان شاء الله ان شاء الله. طيب اعتقادك استاذ الكريم المجزرة صارت. انا بدي احكي بس اذا سمحت لي للانصاف عن حسين حسن الكسكيل اللي اقتحم خندق الفكرز وقدر يتولى على الفكرز، سحبه لانه هو غشيم في السلاح، والفكرز بصير السبطانه تبعها هذه بحطوا لها مي بصير زي النار، لما مسكها بايديه انحركوا ايديه، فرمى العقال والحط عليها وجرهم جرهم جر الاسرائيليين، ضربوه بالمدفعيه اسبوع كامل وهو محاصر، اسبوع كامل وهو على الارض شهيد. هذا الإنسان الوحيد اللي ما اندفن، ولا الإسرائيليين قدروا يصلوا، ولا حد من البلد لقينا جثة أبدا. توريك يعني كديش بطولاتنا. بعد محمد حسين زياد برضو اقتحم مشان يجيب الكسكيل ثاني يوم أو ثالث يوم، وأحمد الرب والعبد خالد الصواب ومحمود عطية الصواب، ويعني ناس كثير الصواب لا أذكرهم، إبراهيم الملاح الصواب، و مين كمان يعني مجموعة كبيرة من البلد الصواب ومن بيت نوبة، في عنا حوالي 10-12 واحد برضه من بيت نوبة أصيبوا واستشهدوا. فإحنا شبابنا يعني اللي خاضوا معارك من أفضل المقاتلين، يعني شجاعة وبسالة. يعني خد محمد عليان نشوان رحمة الله عليه المجذوبة، هذا هو شهيد، وابن جميل شهيد، وابن يوسف شهيد، وابن يوسف شهيد، ما شاء الله افهم علي. خليل ابراهيم شهيد، ومصطفى خليل ابراهيم شهيد، الشيخ عبد العزيز شهيد، ورشيد الشيخ عبد شهيد. يعني عندك انت الاب بيورث، طالب على حسان، محمود طالب شهيد، وشريف حسان شهيد، يعني مجموعة، محمد حسين زياد شهيد، محمد ذياب عطية زياد شهيد، يعني أسر بأكملها قدمت. ما في أسرة في يالو ما قدمت، عرفت كيف؟ ولذلك وظلوا على في كل المراحل، يعني مش مرحلة واحدة بس وبعدين بطلنا، لا الحمد لله. طيب أستاذنا الكريم أنا تحدثت عن المجزرة الدراسيين، حضرتك المجزرة كمجزرة صارت لكن في اعتقادك في مبالغ كثير، والسبب في ذلك يعني لخافة الناس وإرعابهم، وبالتالي بالضبط هذا اللي حصل. بتعتقد انه يعني هذه الدعاية او هذه المبالغة اسهمت في خروج الناس؟ اسهمت في شغلات كثيرة طبعا، اسهمت في شغلات كثيرة. يعني اللي بي 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 اللي بيعرف دير ياسين، دير ياسين حي من احياء القدس ومنطقة مرتفعة في القدس، شايف كيف؟ فلذلك
سهل جدا الإسرائيليين يقدروا يصيلوا ويضربوا وينسفوا كم بيت، عرفت كيف؟ هم صحيح راح لنا شهداء، بس يعني برضو راح له، يعني في معركة الأطرون 161 قتيل إسرائيلي. نعم نعم. طيب حاج، أنتوا يعني مجزرة دير ياسين أو المجازر الأخرى سمعتوا فيها عن طريق الناس ولا عن طريق الإذاعات؟ كان في إذاعات في الشرق الأدنى، عرفت علي؟ وصارت الناس يعني يصير عندها أكثر من راديو، وكان على بطاريات السيارات الراديات، وعلى القهاوي يعني معظم الناس اللي طلعوا على المدن يروحوا على القهوة يشرب فنجان قهوة، مش مشان القهوة، راح يسمع الأخبار، يسمعوا إذاعة الشرق الأدنى وعدة إذاعات أنا لا أذكرها، بس بتذكر الشرق الأدنى. طيب أنباء الحرب بشكل عام عم يكون تتابعوها عن طريق الإذاعة؟ الإذاعة وعن الناس اللي الموجودين. الجريدة ما كانت تصل حجي؟ موجودة. أي جريدة كانت تصلكم؟ أنا ما بذكر اللي قبل 48. الدفاع وفلسطين. الدفاع وفلسطين والجهاد والهدول كلياتهم صاروا أيام الأردن. لا، الدفاع وفلسطين كانوا قبلها. موجودات بس أنا ما بعرف يعني شو اسمه. كان الجهاد فيما بعد، صار الجهاد وفلسطين والدفاع والمنار فيما بعد، وبدك الجرائد كلها أنا بعد لك إياهم يعني حافظهم، لكن قبل 48 ما بعرف. طيب حجي، بدنا نسألك عن استشهاد القائد الكبير عبد القادر حسين في القسطل. يعني شو كان تأثيره المعنوي على الناس؟ كان ضربة قوية جدا، ضربة قوية جدا، وبعدها بدأت الفصائل. السبب يعني إنهاء الجهاد المقدس كان ما فيش تمويل ولا في سلاح، واللي بعد إذا عبد القادر ما قدر يأمن، أجا من سوريا بخفي حنين، أجا من سوريا على الغور ودخل من جسر المجامع ودخل على فلسطين، هاي الطريق اللي دخلها وصل لك الإسرائيليين محتلين القسطل، فصاروا العكارمة قاعدين. كان المرحوم إبراهيم أبو دية ومجموعة كان العراقات وقاسم الرماوي ورشيد عراقات كان معاهم فيما بعد شهر ثلاث نجم، وحط على كتفه وأجا هانا ولبس في الجيش الأردني. أنا بعرف تاريخهم هدول الناس، يعني لأنك كنت أحاول أجمع في، يعني كنا في إلنا طموحات لكن تعليم عندنا كان قليل، بتطرق إلى هاي النقطة. بالنسبة لعبد القادر لما إجوا لك القسطل على بلشوا تحركوا، حتى الشباب صاروا يقولوا خبز وخبز وفشك، اللي بيحب هذا بدنا خبز وفشك، ولموا أهل كم انطلقة ودخلوا واقتحموا القسطل، عرفت علي؟ اقتحموا القسطل واستشهد في القسطل عبد القادر الحسيني، لكن بعد ما استشهدوا أخذوه طلعوه. اللي كان ما أطلقش نار ضايل معاه ثلاث طلقات أو أربع طلقات، ما في شوية فشك لموهن من وراء اللي هربوا الإسرائيليين، وما في ما في عتاد، ما في طلقات، مش بنادق بس. نعم. هذه اللي طبعا دخلت الجيوش العربية. طيب وبدأت ال حجي، خلينا بعد الهدنة ناخذ استراحة ماشي، ونتابع حديثنا إن شاء الله.